ومن فضائل سورة البقرة أنها كما تفر وتنفر الشياطين منها فإن الملائكة تحضر عند قراءتها. روى البخاري والنسائي في السنن الكبرى واللفظ له عن أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال: قرأت سورة البقرة وفرس لي مربوط، ويحيى ابني مضطجع قريب مني وهو غلام، فجالت الفرس حوله، فقمت ليس لي هم إلا ابني يحيى، فسكنت الفرس، ثم قرأت فجالت الفرس، فقمت ليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس، فإذا ليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس، فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة الظلة في مثل المصابيح مقبل من السماء، فهالني فسكنت. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اقرأ يا أبا يحيى. فقلت: قد قرأت فجالت الفرس، فقمت ليس لي هم إلا ابني. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا أبا حضير. قال: قد قرأت فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح فهالتني. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: قلت لا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم.